السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح لكم كم مدة مكث النبي في غارة حراء. بداية أعزائي، كما نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بصحبة أبي بكر في غار حراء، فبالتالي قد هذا السؤال يتكرر كثيرا، سواء في خلفية تعليمية أو في العديد من المسابقات، أو هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون أن يقومون بزيادة معرفتهم التعليمية والخبرات الدينية حول هذا الموضوع. فبالتالي على حسب ما وصلنا وحسب ما تأكدنا بأن المدة التي مكث فيها الرسول تقريبا 3 ليالي بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أعزائي، أتمنى أنكم حصلتم على المعرفة اللازمة بإذن الله، وإلى اللقاء في حلقة ومعلومة جديدة بإذن الله.